ماشي يا جماعة، السلام عليكم. تمام، ده الباوربوينت اللي هو معاكم في شكل بي دي اف. ده الباوربوينت اللي معاكم في شكل بي دي اف. تمام، اتفقنا من موضوع النهارده اللي هو رانكين سايكل. خلاص اتكلمنا على في حاجات بقى حديها على السريع شوية، شرحتها خلاص على الوايت بورد. شكل السايكل بتاعتي على الفلو دياجرام، الأجهزة الرئيسية هي اتفقنا خلاص. اوكي، بتكلم على بويلر اللي هو بيسحب الانرجي بتاعتي كيو اد من حرق الفويل، التربينة اللي هي بتديني الورك اللي انا بربطها بالجنريتور، بعد كده بتحول الانصال بالورك. تمام، الهيت كوندنسر اللي بيحصل فيه الهيت ريجكشن. تمام، خلاص، عن طريق مية التبريد اللي بتروح فيها، البامب اللي بتسحب باور عشان تعلي البريشر، بعد ما كده اعلي التمبريتشر عشان الانصال بتزيد. تمام، ويخش على التربينة تاني. كل معدة من دول خلاص عرفنا هي فين على التي اس دياجرام. خلاص من واحد لاثنين عندي هنا، وخلي بالك النمبرنج هنا مرتبط بالفلو دياجرام اللي جنبها، عشان كده بقول لك انت عامل نمبر زي ما انت عايز. تمام، بس اللي هتلتزم بيه على الفلو دياجرام هتلتزم بيه على التي اس دياجرام، هتكتب بيه القانون بتاعتك بعد كده. صح، من واحد لاثنين عندك هنا البامب، بعد كده من اثنين لثلاثه عندي الجزء ده كله البويلر بيحصل فيه هيت اديشن، من ثلاثه لاربعه التربينه، اكسبنشن جوه التربينه بيحصل عشان يديني الباور اللي انا عايزها، بعد كده من اربعه لواحد هنا عندك اللي هو جزء الكوندنسر بيحصل فيه هيت ريجكشن. وبكرر تاني الرسومات الاساسيه سواء كان بالفلو دياجرام او تيست دياجرام. لو مسكنا كل جهاز من دول لوحديهم، تمام، البامب خلاص الورك بتاع البامب، خلي بالك هنا القانون بدلت الورك. تمام، بيبقى عباره عن دلتا اتش بتاعتي، عباره عن في دلتا بي، وخليت كمان في ديت زي ما اتفقت معاك، وبتكلم على ميه عباره عن واحد بالالف لو اعتبرت البريشر بكيلو باسكال، وطبعا زي ما اتفقنا بتشتغل اس كونست. لو دخلنا بعد كده على البويلر اللي هو هيت اكسشينجر، تمام، عرفت ان الكيو بتاعتي عباره عن دلتا اتش في، كل القوانين ديت ما تنساش جايه من الفيرست لو بتاع الاوبن سيستم. تمام، وعارفين زي ما اتفقت معاكم ان الهيت اكسشينجر بيشتغل كونستانت بريشر، التربينه بتشتغل اس كونستانت. تمام، خلاص، والباور او الورك اللي بيطلعه التربينه برضه عباره عن دلتا اتش. تمام، طبعا اعتبرت انها ايزنتروبيك، يبقى بالتالي ما فيهاش اي كيو. بالنسبه لل كوندنسر برضه هيت اكسشنجر بيشتغل كونستنت بريشر، الهيت ريجكشن في الحاله ديت بيساوي دلتا اتش، طبعا مفيش ورك زي البويلر. وتبص لو بصيت كده معايا برضه يعني على السريع كده، ده شكل تفصيلي شويه للكوندنسر. تمام، تلاقي عندك ان ميه التبريد خلاص اللي هي داخله من هنا اهي، تمام، ماشيه جوه المواسير الضيقه ديت بكميه كبيره جدا، بحيث انها تقابل الستيم اللي جاي عندك هنا من الترباين، بيتكثف زي ما قلت لك على السطح الخارجي اللي عندك هنا بتاع التيوبس ديت بتاعت البايبز ديت، وينزل بعد كده يسقط زي ما انت شايف كده في نقط كتيره، دروبس كتيره، لكن دي هتشتي بالظبط، بيتجمع في الارضيه بعد كده اللي عندك بتاعت الكوندنسر ديت، بعد كده بسحبها بعد كده على البامب. الميه بعد كده بتاعت التبريد الكولينج ووتر بجمعها في الهيدرز اللي عندي هنا، بعد كده يا اما برميها، تمام، بيحصل بعض المحطات زي ما اتفقت معاك واجيب غيرها، يا اما بتدخل في دوره ثانيه خالص عشان تبرد باستخدام اجهزه ثانيه زي الكولينج تاور. شكل السايكل كلها على بعض، القوانين اللي عندي دي كلها خلاص اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام، خلاص، بالاضافه لقانون الكفاءه وقانون الورك نت. خلي بالك القوانين دي كلها هنا كلها بدلاله السبيسيفيك. تمام، خلاص، كيلو جول بير كيلو جرام، انا مش حاطط فيها ام دوت، فخلي بالك كل دول يعتبروا سبيسيفيك، سواء كان سبيسيفيك وورك او سبيسيفيك هيت. لو حطيت الام دوت يبقى انا بتعامل مع باور وبتعامل مع هيت ريت، والوحده في الحاله دي بتاعتي تبقى كيلو وات. تمام، على حسب المساله بتاعتك عامله ازاي، فيها ام دوت ولا ما فيهاش ام دوت. قوانين الزياده اللي احنا خدناها، تمام، سواء كان الكيو ان او الكيو اد اللي بتحصل جوه البويلر، تمام، بتبقى عباره عن ام دوت في دلتا اتش اللي هي وصلت للميه، او ام دوت فيول في الكالوريك فاليو في ايتا بويلر في ايتا كومباشن زي ما شرحناها على الوايت بورد. الكيو ريجكشن اللي هي بتحصل جوه الكوندنسر برضو ام دوت في دلتا اتش، تمام، او ام دوت بتاعت الكولينج ووتر في السي بتاعت الكولينج ووتر اللي هي 4.18 في الدلتا تي بتاعت الكولينج ووتر. تمام، خلي بالك يا جماعه، خلي بالك القوانين دي كلها ام دوت، ها هنا ام دوت فيول وام دوت فيول وام دوت ووتر، ها، فخلي بالك تبقى الناحيه الثانيه كمان لازم يبقى فيها ام دوت. تمام، خلاص، يعني لازم تبقى جايب هيت ريت، ما ينفعش تبقى سبيسيفيك وتعوض قوانين ام دوت فيول وام دوت ووتر، ملهاش معنى. القانون بتاع الاوتبوت الكتريكال اللي احنا قلناه برده في الاخر، الاوتبوت الكتريكال المحصله النهائيه بتاعت الكهرباء اللي عملناها في الشبكه عباره عن دبليو دوت نت في ايتا ميكانيكال في ايتا جنريتور، وعرفنا ايه الايتا ميكانيكال وايتا جنريتور.
في بقى جزئيتين زياده تمام في الباور بوينت بقى نشرحهم بالتفصيل بعد ما خلصنا الجزء اللي هتحل بيه المسائل وعرفنا كمان ازاي تجيب الاتشات بالمناسبه وتكمل المساله. ايه الفروق الرئيسيه ما بين الاكتوال سايكل والايديال رانكين سايكل اللي احنا درسناها؟ مع العلم على اعتبار ان انا هعتبر اكن الاكتوال سايكل هم الاربعه ديفايسز دول، مع اني قررت بكرر تاني تمام خلاص. لازم الاول تبقى عارف ان مفيش سايكل في الدنيا هم الاربعه معدات دول بس، تمام؟ لازم يبقى اكتر من كده. الايديال سايكل هي مرسوم عندك باللون الاحمر اللي هو 1 2 3 4، جميل. انما هتلاقي في دايره كده ثانيه دوتت، تمام؟ ايه دي؟ دي بينه وبينك الاكشوال سايكل، يعني على اعتبار ان في شويه فروض انا فارضها ايديال هي مش موجوده في الطبيعه بس بقرر تاني بوجود الاربع اجهزه دول بس. زي ايه؟ زي عندك انت فارض ايه؟ انت مش فارض ان عندك البامب والتربينه، فرض الاثنين دول اس كونستانت. طب ما احنا عارفين العمليه الايزنتروبيك ديت عمليه ايه؟ عمليه ايديال، تمام؟ مش موجوده في الحقيقه. فانت خلي بالك ان اكشوال التربينه، تمام؟ سوري انا اسف، البامب تمام هنا والتربينه هنا ما بتبقاش ايزنتروبيك، بيحصل انحراف العمليه الايزنتروبيك. ليه؟ نتيجه وجود فريكشن، نتيجه وجود irreversibility، تمام؟ شايفين الكلمه هي موجوده حتى على جنب، في irreversibility عندك في البامب وفي irreversibility في التربينه، في فريكشن بيحصل عندك جوه الجهازين دول، في عندك لوسز في ترانسفير، تمام؟ بتحصل جوه سواء كان البامب سواء كان التربينه، تمام؟ خلاص التربينه يا جماعه لما تعدي لو شفت التربينه شغاله ولا حاجه تعدي من جنبها تحس ان في حراره طالعه، مهما كان انسوليشن لازم يحصل فيها شويه هيت لوسز، لازم. التمبرشرز جواها عاليه جدا جدا، تمام؟ فانت بالتالي بيحصل عندك شويه هيت لوسز فما بقتش اس كونستنت، بيبقى في عندك فريكشن، تمام؟ ما بقاش ريفرسبل، بقى ريفرسبل. فكل ده يخلي لك العمليه اكشوال مش ايزنتروبيك. موضوع ايزنتروبيك دي احنا فرض من عندنا عشان نسهل الشغل بتاعنا. نفس الكلام بقى في الجهازين التانيين، تمام؟ بس حته ثانيه الا وهي البويلر والكوندنسر. انت فرض انهم ايه؟ انا فرض انهم كونستنت بريشر. لا هم اكشوال الصراحه ما فيش اي فلو ماشي جوه بايب ماشي جوه اي جهاز كونستنت بريشر، لان طول ما هو ماشي لازم يحصل فيه شويه بريشر دروب. فطالما انا حصل عندك بريشر دروب، تمام؟ فالمفروض الكلام ده بينه وبينك اكشوال بيبان. فانت بالتالي لو جينا بصينا انت في عندك ثلاث فروق رئيسيه ما بين الايديال سايكل اللي احنا بندرسها والاكشوال، تمام؟ الا وهي بقول لك تاني ان بيحصل عندك بريشر دروب، تمام؟ خلاص جوه الاجهزه كلها، تمام؟ بس هخص هنا بالتفصيل الكوندنسر والبويلر نظرا ان انا فريضهم اصلا كل سنه بريشر. بيحصل عندك هيت لوسز، تمام؟ وبالتالي مفيش عندي حاجه ادياباتيك. بيحصل عندك irreversibility، تمام؟ جوه البامب وجوه التربينه، وبالتالي يعتبر ان الجهازين دول، تمام؟ خلاص هو بيتكلم على البامب والتربينه نتيجه irreversibility نتيجه اللوسز مش اس كونستنت. طب دي نقطه. طب النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه ازاي ازود كفاءه رانكن سايكل على قد ما اقدر برده مع وجود الاربع معدات دول بس. خلي بالك ان رانكن سايكل مع الاربع معدات دول بس بكرر تاني بتبقى كفاءتها قليله. خلاص يعني فرينج من 25 26 27 كبير هوصل 40 42 ده كبير. لو طلعت كفايه سايكل يا جماعه 60 70 80% اعرف ان انا هغلط، تمام؟ طب ازاي اقدر ازود كفايه رانكن سايكل؟ في عندنا ثلاث طرق او ثلاث ستيبس هندرسهم مع بعض، ناخدهم واحده واحده على السلايدات الجايه لان يهمني قوي تبقى عارف شكل الموديفيكيشن اللي انا بعمله على التي اس دايجرام. احنا متفقين ان المساحه على التي اس دايجرام، متفقين المساحه على التي اس دايجرام دي تمثل لي ايه؟ اتفقت وانا بشرح معاك قلت لكم دي كيو نت وهي هي دبليو نت. يبقى بالتالي كل ما المساحه بتاعت السايكل دي كبرت على التي اس دايجرام يبقى الورك نت بتاعك هيزيد، يبقى الكفاءه بتاعتك مالها؟ هتزيد. ان الكفاءه بتساوي ورك نت على الكيوات. بس كالعاده اي حاجه هعملها زي ما هيبقى ليها ميزه اكيد هيبقى ليها عيب. وانت تقدر توازن بقى، تمام؟ خلاص الميزه ديت اللي انا هستفيد بيها، تمام؟ هل هيفيد العيوب اللي هتحصل ولا لا؟ عشان كده الديزاين بتاع الحاجات دي بيبقى فيري كريتيكال. اول حاجه ممكن اعملها عشان ازود الكفاءه بتاعت رانكن سايكل، تمام؟ ان انا اقلل ضغط الكوندنسر على قد ما اقدر. انت لو بصينا للسايكل عندنا هنا كانت 1 2 3 4، تمام؟ خلاص اوكي؟ اهي السايكل عاديه خالص 1 2 3 4. جميل. لو انا قللت ضغط الكوندنسر شويه، تمام؟ بقيت عند هي نزلتها عند 4 داش، ضغط الكوندنسر نزل بدل ما كان هنا نزلته هنا. يبقى بالتالي نقطة 4 هتنزل معاك لتحت.
يبقى بالتالي كمان نقطة واحد هتنزل معاك هي كمان لتحت، نقطة اتنين هتلاقيها دخلت أكتر شوية في السب كولت. بس أنا همني إن أنا عملت إيه؟ إن أنا الأريا بتاعتي زادت، أهي زاد الجزء ده كده. تمام؟ طب الأريا زادت يبقى الورك نت بتاعي زاد، يبقى الكفاءة بتاعتي هتزيد. جميل. طب ما أنا أعمل كده على طول. لا خلي بالك. أنت ليك حاجات تمام خلاص ليميتيشنز هتوقفك. في هنا كذا حاجة هتحصل. أول حاجة تمام في حاجات مؤثرة وفي حاجات مش مؤثرة قوي. بيني وبينك تلاحظ هنا ان الجزء اللي عندك تمام خلاص بتاع من 2 داش ل 2، شايفين الجزء ده؟ الخط الصغير اللي انا بعمله ده؟ طب ده معناه ايه؟ ان ده هيزود لك الايه؟ الكيو ايه؟ الكيو اتش او الكيو ات. الكيو ات بتاعتك هنا هتزيد. صح؟ اه صح. بس خلي بالك ان الزياده بيني وبينك زي ما انت شايف كده الزياده الصراحه ايه؟ صغيره. يعني مش مؤثره قوي. الكيو ات بتاعتك هتزيد وبالتالي كميه الفيو اللي انا حاططها في الفرن هتزيد. تمام؟ الكلام ده هيقلل لي الكفاءه سنه لان الكفاءه بتصير الورك نت على كيو اد. تمام؟ يبقى الكيو اد هتزيد يبقى الكفاءه هتقل. تمام؟ بس خلي بالك ان زياده الورك نت هيبقى اكتر بكتير. تمام؟ زياده الورك نت هيبقى اكتر بكتير. فبالتالي بيني وبينك البارامتر ده رقم واحد ده مش مؤثر قوي. ايه اللي مؤثر قوي؟ تمام؟ ده انا هرجع للاثنين تاني بس ده بالذات مؤثر جدا الا وهو انت نقطه 4 خلي بالك كانت هنا صح؟ خلي بالك انت نزلت نقطة 4 بقت هنا. طب ايه المشكلة؟ ما تنزل. لا خلي بالك. أنت كده دخلت أكتر في منطقة الإيه؟ الويت. بمعنى تاني الإكس بتاعتك مالها؟ قلت. نسبة دراينس فراكشن قلت. طب ايه المشكلة؟ خلي بالك إن الجزء من 3 ل 4 كل ده بيمثل لك إيه؟ من 3 ل 4 ده بيمثل لك التربينة. يبقى أنت كده أكن في نسبة ويتنس أو نسبة مية زياده بقت موجوده جوه التربينه. بقى في عندك هنا نسبه ميه زياده جوه التربينه. بعد ما كانت نقطه 4 عند اكس بتساوي 98% بقت عند 90%. بقى كده الريش الاخيره بتاعت التربينه بتدور وفي حواليها ليكويد، في حواليها قطرات ميه. تمام؟ فانت كده بقى عندك مور ميتشر جوه التربينه. طب ودي فيها مشكله؟ اه لا مشكله كبيره. حاجه بتدور وحواليها ميه على طول بتعمل عندنا تاكل. تمام؟ بتعمل عندنا اسمها زي ما بقول لك بتعمل عندنا تمام خلاص اوكي زي تاكل بتعمل بتبدا عندك تعمل شروخ كراكس في الريش بتاعت التربين. تمام؟ بتبدا تتجمع نقط الميه ديت على ريش التربين وهي بتدور تبدا تعمل شروخ فيها تعمل كراكس فيها. تمام؟ فبالتالي تلاقي ريش التربينه بتاعتك باظت. علشان كده يا جماعه بقى اكشوال لما نيجي نعمل اي صيانه لاي تربينه تمام في الباور ستيشنز بتاعت الستيم بنيجي على اخر كام صف للريش الصراحه مش بنبص له. تمام؟ بنفكه ونركب غيره على طول لان انا من غير ما ابص له ببقى متاكد ان بدا يحصل دامج ليه. تمام؟ بدا يحصل دامج ليه. اه اول كام صف تمام خلاص اول طبعا انت بيبقى في عندنا صفوف كتيره للريش جوه التربين. تمام؟ خلاص 12 14 15 16 صف للريش جوه التربين. تمام؟ خلاص مراحل بنقول عليها ستيجز. تمام؟ فانا اول كام اول التلتين الاولانيين اه لا ببص عليهم واشيك عليهم واشوف في حاجه حصل فيها كسر، في حاجه حصل فيها تليك. تمام؟ آه حاجات كده. آه حصل تسريب ما بين كل صف واللي بعديه حاجات كده. انما باجي على التلت الاخير تقريبا او الربع الاخير من غير ما افكر بفك واركب غيره على طول لان انا ببقى متاكد ان الريش الاخيره ديت اتضررت ضرر كبير جدا نتيجه وجود ايه؟ نتيجه وجود تمام نسبه من الموتشر حواليها تمام كبيره. فانا لما بقلل ضغط الكوندنسر نسبه الميه دي اصلا كده عندك بتزيد. يبقى انت كده بتعمل مور دامج للايه؟ للريش بتاعت التربين. ويبقى بالتالي بتقلل المفروض فتره العمل بتاعتها. تمام خلاص بتخلي الصيانه بتاعتك تتم في فترات متقاربه. فانت تقدر توازن بقى. تمام انهي اولى بالنسبه لك؟ بالاضافه بقى لحاجه ثانيه غير دي خالص انك مهما نزلت تمام خلاص بضغط الكوندنسر خلي بالك في ليميت معين لازم يوقفك. ايه الليميت ده؟ تمام؟ الساتوريشن انت دلوقتي عند ضغط معين صح؟ نزلت الضغط ده؟ طب ما انت عند الضغط ده على فكره في تي ساتوريتد هنا معينه وفي هنا تي ساتوريتد هنا معينه. خلي بالك ان تي ساتوريتد بتاعتك تمام؟ لازم تفضل اكبر من التمبريتشر بتاعت ميه التبريد اللي داخله. انت ليك ميه تبريد داخله بتسحبها من البحر بتسحبها من النهر بتسحبها من البحيره وات ايفر ليها تمبريتشر معينه. خلي بالك ان الستيم جوه الكوندنسر اللي انا بعمله تكثيف لازم التمبريتشر بتاعته اعلى عشان لما ادخل ميه تبريد ميه تبريد تسحب منه.
فانت لما تقلل البريشر بتاعك قوي تمام، خلي بالك لا ممكن تلاقي يحصل نتيجه عكسيه، تلاقي التمبريشر بتاعتك قلت قوي بتاعت الستيم، يخش ميه التبريد اعلى منها في التمبريتشر، فميه التبريد تمام بدل ما تدخل تسحب حراره تديك حراره مش هيحصل تكثيف، تمام عمليه منك باظت. يبقى خلي بالك انت لازم تقلل الضغط بتاع الكوندنسر على قد ما اقدر، بس خلي بالي قوي من النقطتين دول تمام. نسبه الرطوبه عندك تمام خلاص في الصفوف الاخرانيه بتاعت ريش التربينه هتدمرها، فبالتالي لازم ابقى عارف اوازنها انزل لحد كام، وبرده حتى لو نزلت لحد كام انا مسموح لي اصلا انزل قد ايه تمام. لان ارجع اقول لك تاني خلاص، انت دلوقتي عندك تمام تمبريتشر مقابله للبريشر ده، في عندك لما انزل هيبقى في تمبريتشر ثانيه مقابله للبريشر ده اللي هي ساتوريتد بتاعت كل واحده تمام، فلازم تبقى التي ساتوريت ديت اكبر من التمبريتشر بتاعت ميه التبريد اللي داخله. طب دي كده اول طريقه. تاني طريقه زي ما انت شايف ان انا عامل سوبر هيتنج للستيم، بمعنى بدل ما نقطه 3 كانت هنا لا ازود شويه اعليها اكتر خليها هنا، لانك كل ما تعلي التمبريتشر عندك في السوبر هيتد كل ما الانصالب بتاعتك بتزيد كل ما هتلاقي الورك نت عندك زاد. لاحظ ان المساحه عندك هنا مالها؟ المساحه هنا زادت تمام، المساحه هنا اللي انت شغال عليها زادت، يبقى الورك نت بتاعك زاد يبقى الكفاءه هتزيد. لا ده انت في ميزه اضافيه كمان، نقطه 4 بعد ما كانت هنا بقت هنا، ايه ده دي جت كده ناحيه اليمين شويه، يعني عندك كمان نسبه الرطوبه ايه قللتها، قللت نسبه الرطوبه يعني حافظت اكتر على الريش بتاعت التربينه، لان نسبه الليكويد نسبه الميه اللي حوالين الريش قلت. طب ما كل دي مزايا كل ده حلو، ايه المشكله؟ لا في عندي مشكلتين. ايه هما؟ اول حاجه خلي بالك انك زودت الكيوات بعد ما كنت حاقف عند نقطه 3 هنا تمام، انا طلعتها لحد هنا يبقى الكيوات هنا عندك زادت، لا وزادت زياده ملحوظه، لان خلي بالك انت بتسحب كميه وقود كتير في منطقه السوبر هيتد اصلا، فاي خطوه زياده في السوبر هيتد لازم تبقى بحساب، فانت كده زودت كيو اتش. فخلي بالك ما ينفعش اطلع 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 الاقي الزياده اللي حصلت في كيو اتش اكتر من الزياده اللي حصلت في الورك نت، يبقى الكفاءه هتقل مش هتزيد. يبقى خلي بالك انت ليك ليميتيشنز برضه، ازود السوبر هيتنج ازود التمبريتشر بتاعت نقطه 3 ما كيو اتش بتاعتي هتزيد، بس الورك نت هيزيد، لازم ابقى ضامن ان الزياده بتاعت الورك نت اكبر من الزياده بتاعت الكيو اتش تمام، عشان خاطر الكفاءه تزيد ما يحصلش تاثير عكسي. حاجه ثانيه ان مهما الزياده اللي انا زودتها عندك في الكيو اتش خلي بالك برضه ليك ليميتيشن، الا وهي التمبريتشر اللي عندك جوه التربينه تمام، البليدز بتاعت التربينه تقدر تستحمل حتى تمبريتشر كام، ده بيتوقف على حسب الايه؟ الميتالورجي. معلش انا كاتب هنا 620، لا الرقم ده دلوقتي بقى ازيد اكتر، انا ممكن اوصل ل 700 على فكره دلوقتي. يعني ممكن اوصل للتمبريتشر حوالي 700 سيليزيس جوه ريش التربينه. تمام؟ خلاص معلش يعني الرقم ده معلش يا جماعه عدلوه خليه 700. تمام؟ في محطات كتيره دلوقتي شغاله اقدر اوصل فيها التمبريتشر لحد 700 درجه وموجوده في مصر وكل حاجه. اوكي؟ ده طبعا نتيجه التطور اللي بيحصل في الميتالورجي وعلم المواد والكلام ده كله، ففي سبائك تقدر دلوقتي انها تعرف تدور تمام خلاص اوكي عمليه دوران ما يحصلش فيها مشاكل تمام، وتقدر تستعمل التمبريتشر عليه، انما مفيش اكتر من كده ما اقدرش ازود اكتر من كده. ثالث حاجه واخر حاجه ان انا زي ما انت شايف ازود ضغط الايه؟ ازود ضغط البويلر، يبقى انا اول حاجه قللت ضغط الكوندنسر. اخر حاجه ازود ضغط البويلر. خلي بالك ان هنا برضو يعني خلي بالك كده مش شكل عشان في كلام، خلي بالك يا جماعه انا بدرس تاثير حاجه بدرس تاثير حاجه واحده بس. تمام؟ واثبت بقيه الحاجات. فانا دلوقتي انا شغال مثلا اهو 1 2 تمام خلاص، بعد كده طلعت تمام خلاص لحد نقطه 3، بعد كده نزلت 4، بعد كده رجعت لواحد تاني. لما ازود ضغط البويلر خلي بالك نقطه 2 دي هتطلع فوق شويه تمام، هتبقى 2 داش، وبعد كده هتمشي كونستنت بريشر عادي خالص تمام، هوصل لحد نقطه 3 هنا وانزل. ليه؟ لان انا عايز احافظ على الماكسيمم تمبريشر بتاعتي ثابته. ها انا بدرس تاثير الايه؟ ضغط البويلر بس تمام، مش حادث تاثير التمبريشر، تاثير التمبريشر انا درسناها خلاص في الخطوه رقم 2. فبالتالي عشان احافظ على التي بتاعتي ثابته يبقى انا هاجي على نقطه 3 هنا واقوم نازل نقطه 4 واكمل عند نفس نقطه 1 هي مش هتغير. خلي بالك هنا التاثير الرئيسي اللي انا ازود ضغط البريشر مش هيبقى على الورك نت. ازاي؟ هتقول لي ما الورك نت زاد اهو. اعملها بلون تاني، زاد اهو. تمام الجزء ده كده كله الورك نت بتاعي زاد ولا طبعا، بس خلي بالك من حاجه تمام،
الجزء ده عالي، شايفين الجزء ده؟ الجزء ده كده اتشال، لو معمول عندك اصلا بجري ده تمام، يبقى الجزء ده اتشال، الجزء ده زاد، والمساحتين اقول لك يكاد يكونوا مش هقول لك ايدنتيكال بس قريبين من بعض. فبالتالي تاثير ان ازود ضغط البويلر ملوش تاثير واضح على الورك نت. زودت مساحه قللت مساحه من الناحيه الثانيه، يبقى انا ما استفدتش حاجه. لا استفدت بقى حاجه ثانيه الا وهي ان كيو اد هتلاقيها بتقل. بص انا هنا مشيت يا جماعه قد ايه من نقطه 2 لحد ما اوصل لنقطه 3، مسافه كبيره، الليتنسي عندك هنا كبيره تمام. انما لما نيجي اعلي البريشر تمام، هتلاقي اصلا الجزء اللي انت مشيته تمام خلاص من نقطه 2 لنقطه 3 جزء قل، وعايز اقول لك انه قل بكتير تمام. وعايز اقول لك ان الليتنت هيت هنا في الجزء ده هتلاقيه قل كتير من الجزء ده. فانا كده قللت كيو ات. كل ما البي بتاعتي يا جماعه بتزيد، كل ما كميه الحراره اللازمه لعمليه الايفابوريشن عمليه التبخير بتقل. فلما الكيو ات بتاعتي تقل يبقى الكفاءه بتاعتي مالها؟ هتزيد تمام، تبقى الكفاءه بتاعتي هتزيد. يبقى دي الميزه الرئيسيه لما ازود ضغط البويلر. ايه العيب؟ نفس العيب اللي موجود في الاول على فكره يا جماعه، نقطة 4 بعد ما كانت هنا، نقطة 4 بقت هنا. تمام خلاص، يبقى بالتالي الرطوبة زادت جوه التربينة وده بيسبب دامج للريش بتاعت التربينة. كده يبقى احنا قلنا ثلاث طرق تمام خلاص تقدر تعلي بيها الافشنسي بتاعت رانكن سايكل. اوكي؟ ده اكزامبل حتى موجود وهتلاقيه يعني زي موجود عندكم في الشتات تمام خلاص. مسألة عادية بمعرفة التلاتة داتا الرئيسيين اللي انا بقول لك عن طريقهم تقدر تعرف تجيب الاتشات، الا وهي ماكسيمم تمبريتشر اللي هي تبدا من نقطه واحد، انا مسميها واحد يعني، اللي هي طالعه من البويلر وداخله على التربين تمام. البريشرز طبعا الضغط القليل 10 كيلو باسكال ده بتاع الكوندنسر، 2 ميجا باسكال الضغط العالي ده بتاع البويلر. الثلاثه دول تعرف تجيب الاتشات، تعرف تجيب الكيو ات، تعرف تجيب الكيو ريجكت، طبعا هنا سبيسيفيك ما فيش ام دوت، تعرف تجيب الورك تربينه، تعرف تجيب الورك بامب تمام، تعرف تجيب الايه؟ الكفاءه تمام. بعد كده بقى هجيب لك ثلاثه كيسز تدرس فيهم الحالات اللي احنا لسه قايلينهم حالا، الثلاثه موديفيكيشنز. لو زودت ضغط البويلر هيحصل ايه؟ ابدا تمام، شوف تاثير ضغط البويلر على الحاجات كلها، وفي الاخر شوف الكفاءه اللي هيحصل لها تمام. هزود تمبريتشر بتاعت الماكسيمم بعد ما كانت 400 خليتها 600 وشوف تاثيرها على الحاجه كلها تمام. هقلل ضغط الكوندنسر تمام، بعد ما كان على 10 كيلو باسكال خليته 4 كيلو باسكال وشوف تاثيرها على كل حاجه. طبعا هتلاقي في جميع الاحوال الكفاءه بتاعتك بتزيد، بس ارجع اقول لك تاني شوف المزايا وشوف العيوب كمان تمام خلاص عشان تعرف توازن ما بينهم. اوكي؟ مش شرط يا جماعه لو قلت لك مساله لازم يبقى فيها الثلاثه انفورميشنز دول، ممكن صراحه الواحد يلعب تمام خلاص. اوكي؟ بدل ما تبقى نقطه واحد عندك هي اللي كامله، اديك نقطه اثنين نقطه اثنين هي اللي موجوده عندك، وبعد ما اجيب نقطه اثنين اطلع اجيب نقطه واحد، فاهمني؟ تمام؟ المهم الحاجات دي فيها يعني الصراحه فيها شويه لعب. المهم لو انت فاهم الموضوع هتلاقي الموضوع سهل. هو اللي هيفرق معاك بين كل مساله والثانيه ترتيب ايجاد الاتشات. يعني مش لازم اجيب اتش 1 بعد كده اتش 2 اتش 3 اتش 4، ممكن تلاقي مساله انا بجيب اتش 4 الاول ومن اتش 4 اروح اجيب اتش مثلا سي وليكن اتش 1، او اجيب اتش 2 الاول وبعد كده اجيب اتش 1 كده يعني. اتفقنا؟ كده يا جماعه بالنسبه للجزء السيرم الخاص بالكورس، كده كل سنه وانتم طيبين تمام. اخذنا كده فيرست لوب جميع جوانبه، اخذنا ابلكيشن النهارده اللي هي رانكن سايكل تمام. اعتقد يعني الموضوع ان شاء الله باذن الله محتاج بس منك شويه تركيز، شويه مذاكره، شويه حل بايديك، ده اللي يهمني تمام. هتلاقي باذن الله المواضيع ماشيه معاكم، واتمنى اشوفكم بخير بعد ما الازمه اللي مصر كلها بتعدي بيها والعالم كله بيعدي بيها دي تعدي، وربنا كده يعني تمام يكتب لكم الخير ان شاء الله تمام، والصحه والعافيه كده، واشوفكم بخير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.